انا كنت في المشكل اللي دارت لي اختي دابا دارت لي مشاكل تاع مع خويا، ولاو كاملين باغيين يسيبطوني للحبس. واحد كيضحي عليا مرتو، الاخر حتى هو جاب هنايا وحده، انا مرتو وحده اللي كيجي لدار الوالدين ما يجيبش الشراب. علاش كيجيب الشراب؟ باش نوض انا نضرب معاه، نضربو ويسيفني اللي مرة ضربني. ودير هو كسيده ودار سيرتيفيكا فيها 30 يوم. صاحبي سيرتيفيكا الا كانت فيها 30 يوم شحال خصني نمشي؟ هذا الاف ديالي كيهددني ودير به شكايه هو وهذا خويا الاخر، عنده الدار هنا في ديور الصافيح وعنده بارطمان في المحمديه. اشنو جا دار الوالدين كيجيب لها الشراب؟ وغنمشي عند الضابط، هاد التصويره عندي ضربني بجنويه اللي يديها، هاهي هاد التصويره، ها السيرتيفيكا ديالي، هاهي قالك ما تجيبش العصابات. وعندي شكايه به هو وبخويا الاخر، عندي شكايه بهم وما دارت لي الضابط والو. المشاكل كلها ديال الاضراب بالنار، قالوا لي ما تجيبش العصابات حيت عارفين اختهم هي اللي جايبه العصابه. انا اختي اللي عيطات لي في التليفون هي اللي جايبه العصابه. رسالتي السيد الحموشي كان طالب فتح تحقيق مع العائله ديالي. انا كنت في المشكل اللي دارت لي اختي دابا دارت لي مشاكل مع اخوتي كاملين، ولاو كاملين باغيين يسيبطوني للحبس. واحد كيضحي عليا مرتو، الاخر حتى هو جاب هنايا وحده، انا مرتو وحده اللي كنعرفها مرتو وحده، عنده اربعه الاولاد، دريه ماتت وعنده دابا ثلاثه الوليدات، هما ساكنين حدانا جيراننا. كيجي لدار الوالدين ما يجيبش الشراب. علاش كيجيب الشراب؟ باش نوض انا نضرب معاه، نضربو ويسيفطني للحبس. شكون اللي مسخرو عندي؟ اختي باينه، حيت حتى الاخر اللي ضحى عليا مرتو قال لي مرة ضربني. ودير هو كسيده ودار سيرتيفيكا فيها 30 يوم. صاحبي سيرتيفيكا الا كانت فيها 30 يوم شحال خصني نمشي للحبس؟ دار سيرتيفيكا فيها 30 يوم، قال لهم خويا دفعني مع الدروج، مضارب معايا دفعني مع الدروج هرسني. وانا كان عارف واخد 12 مليون عند الاستاذ، المهم اللي قالوا لي واخد 12 مليون عند شي استاذ. هذا الاخ ديالي كيهددني ودير به شكايه هو وهذا خويا الاخر، داير دابا بهم شكايه تقريبا عامين باش درت بهم شكايه وما قدموهمش معايا، ما عرفتش كيفاش. مؤخرا جاب الشراب وجاب معاه وحده، قال لك هذه مرتي. قلت لها باش عرفت انا مرتك؟ ولا كانت مرتك جي انت ويا مرحبا، جي نعمر لكم متاي، جي وريحوا مرحبا. واش تجيب القراعي ديال الشراب وتجي قدام ولادي انايا تبقى دير ليا بلال هنايا وتبدا مخدم ليا الموسيقى ما كتخلينيش نعس؟ علاش؟ شكون اللي مسخرو عندي هاد السيد؟ وعنده جوج ديور، مرتك ديها الدار اللي في المحمديه، مرتك ديها عاد مرتك هنايا، هيا بيني وبينك انا عاد 3 متر. عندو الدار هنا في ديور الصافيح وعندو بارطمان في المحمديه، اشنو جا لدار الوالدين كيجيب ليها الشراب؟ علاش كيجي لدار الوالدين كيجيب ليها الخمر وكيجيب ليها الدريات؟ كل مره نشوف معاه ماركه، هادو كلهم عيالاتو. ما عرفش انا كنعرفها مرتو وحده، انا ما كنعرفش عيالاتو، انا ما عمرني عرفتو تجوج. وخوتو كاملين ما كيعرفوش مجوج، ومرتو لدابا ما عرفهاش مجوج. وقال لك انا هذيك مرتو لا يبغى يجيبها، الا بغى يجيب مرتو مرحبا يجي يسكن هنا مرحبا كاع يشد كلشي مرحبا. وكان باش يجيب الشراب قدام ولادي وبدا يشرب قدام ولادي ويبدا قدام مرتي خارج عريان وكيدير شي فعيل باش انا نضربو. وجاب جنويه ضربني، هاد التصويره عندي، هاد التصاور عندي، والضابطه وغنمشي عند الضابطه، هاد التصويره عندي ضربني بجنويه اللي يديها، هاهي هاد التصويره، ها السيرتيفيكا ديالي، هاهي. ودارهم ما كيجيش ليها دابا 20 عام، عاد بانت ليه دارهم انايا، عاد بانت ليه دارهم. كانت الوالده ما كانش كيجيب لها تنص سيطر والحليب، والدرب كامل عارفينه مسخوط الوالدين، كان الدرب كامل كيعرفوه مسخوط امه وما كيديرش فيها الخير وما عرفهاش كيديرها، الدرب كامل وبالشهود وبالدليل وبالجيران. هما دابا ندخلهم عندك وتسولهم 20 عام ما عمرو دخل للدار، كيجي امي خصك تشري ناموسيه، مي خصك ديري وعندهم مع الفساد، وكيخلي ولده عنده 22 عام. قال لي انا ما نعقلش عليه، ولده عنده 22 عام، قال لي انا ما كنبقاش كنعتبره با. ملي مشيت لعند الاولاد وقلت لهم اودي باكم واش كيدير ليا وفعل ليا وترك ليا، وتولدوا هنا وشاف القراعي ديال الشراب وشاف كلشي.
لا كيجيبوا للدار شنا الشراب، الشراب ما كيمديش عند ولادو، انا كيجيبها قدام ولادي، ولادي بغى يشرد ليا ولادي، بغى يقبح ليا ولادي، بغى يشرد ليا ولادي، كيدير شي حوايج ماشي ديال الاخوه، كيدير شي حوايج ماشي ديال الخوت. خوك هذا تيخلي دارو وكيخلي ديورو بجوج وكيجي هنايا للدار ديال الوالدين ويبدا يشرب، يبدا يشرب ويبدا مخدم بلال وبغى زعما كان باش نضربو، وانا راه ما نضربوش، انا راه انا دابا انا عندي ربعه الاولاد، انا كنخاف على ولادي، انا عاد بادي في حياتي كنخاف على ولادي، ما بغيتش نمشي للحبس ونخلي ولادي. كيفاش هاد المشكل كله دار عليك انت؟ ودار عليا كلشي انا بوحدي، قال لك ما تجيبش العصابات، وعندي شكايه به هو وبخويا الاخر، عندي شكايه بهم وما دارت لي الضابطه والو، دفعت الشكايه ومشيت دفعت الشكايه في المحكمه وخديت الرقم ديالها من الكوميساريه من 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 روشنوار، وجيت ديتها للعين السبع وكل ما عرفتش انايا علاش ما دفعوش لي الشكايات، ما عرفتش انا ما قدمونيش، كون دفعوا لي الشكايات كون دفعوني غيقدموني انا وياه، غايقول لنا سعاده الوكيل مالكم اشنو باش نعرفوا نحطوا النقاط على الحروف، ماشي دابا الشكايه تعطاو عليا الفلوس، والشكايه اللي داير به الاولى فيها تهديد وفيها استغلال النفوذ وفيها كلشي. مشينا درنا المحضر ديال البوليس ودرت الشكايه ودرت المحضر ديال البوليس وما قدمونيش انا معاه، ودابا جات تهجم عليا بجنويه حجم 22، حيت ليه الجنويه وهرب لبرا وبقى كيشير عليا بالحجر، وهالجيران قال لي انا مرتك سيركري ليها والله لا سكنتي هنايا بالرب وتجيب الشراب ولا دخلتي هنايا، واخا تمشي تجيب ماشي ها البوليس والله لا دخلتي هنا، عندك جوج ديور ما عنديش اتساع فين غنسكن، جيب مرتك سير عندك جوج ديور، كون ما عندكش مرحبا انت عندك جوج ديور وكتخسر عليا انا في الملايين، علاش كتجيب لي وسط ولادي وكدير الدعاره قدام ولادي علاش؟ تشوف مشاكل منجيس دابا ولاو كيضحاو عليا، واحد ضحى عليا مرتو 20 مرة ومشى دار سيرتيفيكا فيها 30 يوم خصهم يعتقلوني، إلا كنت أنايا مدافع ومن الدروج وديت ليهم الشهود الكوميسارية، قال لي جيب الشهود بأنك ما دفعتيش، شكون اللي كان كيفكك؟ وكاينين دابا هاد الناس، كاينين دابا مستعدين يشهدوا بالحق، فهمتي؟ مستعدين يشهدوا لي بالحق، ماشي يشهدوا لي أنا، غيشهدوا الله. هاد المشاكل كلها ديال الاضراب بالنار، قالوا لي ما تجيبش العصابات حيت عارفين اختهم هي اللي جايبه العصابه، انا اختي اللي عيطات لي في التليفون هي اللي جايبه العصابه. دابا المشاكل بحال داروا عليك معلومه، داروا عليا كاملين، قال لك انت صحيح علاش تمشي انت عندهم، انت صحيح صحيح هو الله سبحانه وتعالى. خلي الوالده ديالي انا هربوا عليا ما بقاش كنشوفها ودوروا عليا، قالت لي انت شفار، ومشاو داروا لامي هزوا لها لاكارت ومشاو كتبوا شكايه بلا خبر امي، كتبوا بيه شي كيا قال لهم كذا كيكمل مخدرات وخول وديت لامي على 160000 ريال، مشيت عند البوليس انا قلت لهم عامين ما شتش امي وكان طالب قدموني معاها نديروا الخدمه ديالكم، مشى هز امي من عند دار اختي، هز امي فين باركه دابا كاين عند دار اختي، هزا ودا لها لاكارت ديالها ودا بالطوموبيل ديالو وقال لهم هذا كيكمل حشيش ودا المهم 160000 ريال، هادو كلهم خدمت عليهم انا مدوز فيهم الخير، خدمت عليهم تاعيت انا بيرمي دابا ما عنديش، انا دابا المحنه ديالي اللي وصلتني هاد المشاكل كامله، هاد المحنه ديالي علاش عيطت لي اختي انايا؟ حيت عارفاني حنين ما غنفوتهاش، علاش عيطت لي؟ هي كلشي نسات الاخوه نسات كلشي، بقى كيبان لها غير بناتها وبقى كيبان لها بنات سيبها يموت. رسالتي السيد الحموشي كان طالب فتح تحقيق مع العائله ديالي، يحقوا لي مع العائله ديالي كاملين علاش دايرين معايا هادشي وعلاش وصلوا معايا لهذا الماكسيمو كامل وعلاش باغيين يدخلوني للحبس وعلاش يجيبوا القرايه قدام ولادي يشربوهم.